حين يظهر غريب في قرية ما أو في حي من أحياء مدينة ما، يستنفر ظهوره فضول الفضوليين واهتماما من عيون السلطات وآذانها، لا يكاد يكون هناك استثناء يذكر. ومن أولئك الغرباء من يتلفع بلفاع الورع، وآخرون يتخذون من الحمق قناعا ويلبسون مسوح المجاذيب والزاهدين في الحياة. كذلك هي قصة عبد الرحمن الأربعيني الذي اختفى فجأة من المشهد في حيه بقرية الجماعة في الدار البيضاء. حدث كل شيء فجأة في ربيع العام 2000. كان عبد الرحمن يعمل سائقا مع شركة للنقل الدولي، وكان عمله ذاك يجعله يغيب عن بيته لفترات تمتد شهرا أحيانا. لقد بنى حياته على ذلك الأساس، وكانت زهرة زوجته على بينة من ذلك، بل إنه أبلغها بكل ظروف عمله يوم ذهبت أمه لتخطبها له ووافقت. كانت تعلم يقينا أن عمله ذاك الذي تحفه صعوبات ومخاطر كثيرة يوفر له دخلا شهريا لا بأس به، يضمن الاستقرار لهذه الأسرة حديثة التكوين. اكترى عبد الرحمن شقة في نفس الحي الذي نشأ فيه، لم يكن يرغب في الانتقال إلى حي آخر، ففي قرية الجماعة له أصدقاء منهم أصدقاء طفولته، ثم إن السكن الذي استأجره لا يبعد كثيرا عن سكن شقيقه إبراهيم. وكان حين يسافر إلى أوروبا يسوق شاحنة من الوزن الثقيل حملت بضائع متنوعة، يسافر مطمئنا على زوجته. كان يذكرها في كل مرة بأن شقيقه إبراهيم يستطيع أن يوفر لها كل ما تحتاج إليه إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك. كانت زهرة في منتصف العقد الثالث من عمرها، وكانت منذ الأشهر الأولى لزواجها تلح على زيارة منزل عائلتها باستمرار. كان ذلك مما يضايق عبد الرحمن، ولكنه لم يكن يتشدد في منعها، بل كان يؤكد لها في كل مرة أن بيتها أولى بها. كان يرى في النهاية أن ترددها على بيت أسرتها في نفس حي قرية الجماعة مما يخفف عنها الوحدة التي تعانيها بسبب غيابه الطويل عن البيت، كذلك كان يظن عبد الرحمن. وقد نبهه شقيقه إبراهيم إلى أن زوجته تكثر من الخروج من بيتها. كان يرد في كل مرة بأنه لا يريد التضييق عليها ما دامت لا تخرج إلا للذهاب إلى بيت عائلتها. وكان في رده ذاك ما يبلغ عن طيبة وعن لين في التعامل مع زوجته تلك التي اختارتها له أمه. لم يكن يشك في أنه اختيار موفق. في الحقيقة لم يكن التفكير في الزواج مما يشغل باله وقد شارف على 40. المرأة الوحيدة التي أحبها حقا تزوجت غيره وانتهت القصة. بعدها التقى نساء كثيرات في مجرى حياته، كانت علاقات عابرة. قبوله بالزواج من زهرة التي تصغره بعشر سنين كان في المقام الأول إرضاء لوالدته التي كانت تلح عليه أن يتزوج لتطمئن عليه قبل أن تفارق هذه الدنيا. كانت امرأة بلغت 70 أو هي تخطتها ببضعة أعوام، وكانت تعاني من الربو. توفيت 2 بعد زواجه، وكان يجد في قبوله بالزواج من زهرة ما يريح ضميره. ألم يرضي والدته؟ ثم إنه وقد تخطى 40 منذ 2 الآن يرى أن زواجه أفضل ما قام به، عليه أن يبني أسرة تكون امتدادا لشجرة العائلة. كان عبد الرحمن عدا ولعه بكرة القدم وأخبارها يحب القراءة، وكان في أوقات فراغه يفضل قراءة القصص والروايات. ولقد أسر أكثر من مرة لأصدقائه بأنه اكتسب تلك الهواية لما رأى شغف الأوروبيين بالقراءة. كان يقول إنهم يلتهمون الكتب التهاما، يقرؤون وهم ينتظرون الباص أو وهم في محطات المترو، وحيثما وجدوا فهم يقرؤون كل شيء. كان يقول إن مهنته السفر بالشاحنة، ولكن القصص والروايات التي يقرأها
تسافر به إلى عوالم لم تطأها قدماه من قبل، وتمضي به بعيدا، وتكسبه متعة لا تضاهيها لديه متعة. بعد ربيع العام 2000 تحديدا، منذ منتصف شهر مارس من تلك السنة، لم يظهر عبد الرحمن في قرية الجماعة، ولا رآه أحد من رواد المقهى الذي كان يرتاده كلما عاد من السفر. قبل نهاية شهر مارس ظهر في محيط ضريح مولاي إدريس الأكبر بزرهون رجل بوجهه لحية بدأ يلامس الشيب أطرافها. لم يكن يبدو متشردا، ولكنه كان يتحاشى الخوض في الحديث مع أي كان، بمن فيهم تلك المرأة التي يسكن الطابق الأرضي من منزلها. كل مساء يأوي الرجل الذي عرف باسم عبد الله إلى ذلك البيت الذي يوجد في زقاق ضيق لا يبعد كثيرا عن الضريح. لعلها صاحبة البيت وحدها التي تملك بعض المعلومات عن هذا الرجل الذي بالرغم من الحال التي كان عليها لم يكن صاحب أسمال وسخة. كان يحرص على تنظيف ملابسه، وقد عد بعضهم ذلك من سمات الجني أو الجنية التي تسكن جسده. كان كثير من الذين يعيشون في محيط ضريح مولاي إدريس الأكبر يعتقدون أن عبد الله مسكون بواحدة من تلك الأرواح غير الشريرة، وأن من سمات ذلك عنايته بنظافة ملبسه وإدمانه على قراءة كل ما يقع في يده. ذات مرة بينما كان غائبا عن سكنه، دخلت صاحبة البيت يدفعها الفضول لترى من عالم هذا الرجل الغريب، فاكتشفت ذلك العدد الكبير من الكتب التي وضعها بجوار مكان نومه. ما تعرفه تلك المرأة أنه قريب لرجل من الدار البيضاء تعرف إليها عن طريق أحد السمسارين واستأجر منها السكن. كان ما شجعها أنها تقبض إيجار عام كامل مقدما، ثم إنها ما لبثت أن أيقنت أنها أبرمت صفقة رابحة. لم يكن عبد الله ممن يثيرون الضوضاء، كان يغادر البيت ويمضي ساعات يتجول بين أزقة زرهون وفي أطرافها، يتدبر أمر مأكله ثم يعود، يغلق باب سكنه حيث لا كهرباء ولا ماء، ويغرق في التأمل وقراءة القصص. ولعله في قراءته تلك صادف مرة قصة تشبه قصته هو، وحلم بأن يكتب مثلها. لقد انقضت أعوام ثلاثة على وجوده في زرهون، نحن الآن في ربيع العام 2000 حين كان يخلو إلى نفسه وقد صارت حياته خلوة مسترسلة، يحاول أن يفهم حقيقة الذي حدث والذي كان السبب في رحيله عن قرية الجماعة. يستحضر اللحظات التي أسر فيها إليه أخوه بأنه يشك في أن زهرة زوجته غرقت في الخيانة الزوجية، وأنها صارت عشيقة رجل يمتهن تجارة العقار. قال له إنها كانت تذهب إلى شقة له في المعارف. لن ينسى الصدمة التي أصابتها وهو يستمع إلى شقيقه. لم يقوى على التصديق، كيف له أن يصدق؟ كان يظنها وفية عفيفة. يومها لم يتمالك أعصابه، صرخ في وجهها، كان في ذروة غضبه لما هددها بالقتل إن هي عاودت الخروج من البيت في غيابه. قال لها سأذبحك. في اليوم التالي كان عليه أن ينطلق بشاحنته في رحلة جديدة إلى إسبانيا. في برنامجه هي رحلة سيغيب خلالها عن البيت أسبوعين. وعلى مدى أيام تلك الرحلة لم يكف عن التفكير فيما أبلغه به شقيقه إبراهيم، ولم يكن يشك البتة في صدق نيته. كان بين الشقيقين احترام وحب متبادلان. كان يتساءل عما إذا كان غيابه عن البيت الذي يطول مرات السبب الذي جعل زوجته تقع في الرذيلة، ثم إنه كان يجد ردا عن تساؤله ذاك في أنه بين لها وهو يطرق باب أسرتها لخطبتها طبيعة عمله وأنها قبلت به زوجا. يشتاق إلى الدار البيضاء وإلى قرية الجماعة، ولكنه يعلم علم اليقين أنه إن ذهب إلى هناك فسيكون مآله السجن. يعلم أنه حكم غيابيا
بجريمة لم يقترفها، وكل ما كان يخشاه أن يسجن ظلما، لأن ما أخبره به شقيقه قبل عامين مؤداه أن التحريات لم توصل إلى دليل يثبت تورط شخص آخر غيره في الجريمة. كل البصمات التي رفعت من البيت كانت له ولزوجته القتيلة. يبدو أن القاتل حرص على ألا يترك أثرا وراءه، يهرب من الأسئلة التي تتناسل في ذهنه، ويغرق في القراءة وإعادة قراءة ما قرأه من قبل مرات متعددة. يتذكر يوم اتصل به شقيقه وهو في الطريق من طنجة إلى الدار البيضاء يبلغه بأن زوجته قتلت وأنها اكتشفت مذبوحة على فراشه قبل أيام. ود لو استطاع التحليق بشاحنته ليبلغ قرية الجماعة ويقف على الذي حدث في بيته، ولكن شقيقه حذره من القدوم. ولما التقاه في موقف الشاحنات بمقر الشركة التي يعمل لها حمله في سيارته وانطلق به إلى مكناس، ومن ثم ذهب إلى مولاي إدريس زرهون. في الطريق حكى له التفاصيل وكيف أن بعضا من جيرانه تقدموا إلى الشرطة ليقولوا إنهم سمعوه قبل أن يختفي وهو يصرخ ويهددها بالقتل ذبحا. يتذكر أنه هددها في لحظة غضب، ولكنه لم يفكر أبدا في قتلها. تملكه الخوف ولم يكن أمامه إلا الهروب والتواري عن الأنظار، ولذلك لم يعترض حين قال له أخوه إبراهيم إنه سيذهب به إلى مولاي إدريس زرهون حيث لا يعرفه أحد. نصحه بأن لا يكلم أحدا وأن يعي جيدا أن خلاصه في صمته. تلك تفاصيل لا يعلم بها أحد من أهل زرهون الذين يطوف في مجالهم صموتا عبدا من عباد الله. الوجوه التي يصادفها وهو يجول في أزقة مولاي إدريس زرهون صارت معروفة مألوفة لديه. كان أكثر ما يخشاه أن يصادف في طريقه صبية يحاولون استفزازه بأن ينادوه بالمجنون تارة وبالمتسكع أخرى. لم يكن يجد خلاصه إلا في الفرار أو حين يحضر أحد من العاقلين فينهر الصبية ويمنعه منهم. كثيرا ما هم بالرد عليهم، ولكنه يتذكر ما أوصاه به شقيقه: الصمت. في صيف العام 2004، سنوات أربعا بعد وصوله إلى زرهون، جاء شقيقه إبراهيم، وعلى خلاف المرات السابقة لم يجعل حضوره سريا. لقد جاء يحمل أخبارا سارة. عانقه بحرارة وأبلغه بأن قاتل زوجته قد وقع في قبضة الشرطة. علم منه أن الذي قتل زهرة لم يكن سوى عشيقها تاجر العقار الذي كانت تتردد على شقة له في المعاريف. أبلغه بأن هذا التاجر واسمه علال قبض عليه بعد أن أبلغت عنه زوجته بأنه هددها بالقتل كما فعل مع زهرة. كان في حالة غضب، وكانت زوجته تواجهه بما وصلها من أخبار عن ارتباطه بامرأة يتخذها عشيقة وأنه قد يتزوجها. كانت المواجهة ساخنة، فقد خلالها أعصابه وانهال عليها بالضرب، عرضها لعنف شديد. كان عبد الرحمن الذي لم ينادى عليه باسمه الحقيقي منذ سنوات يصغي باهتمام لما يسرده عليه شقيقه من أخبار. قال له إن زوجة القاتل تقدمت بشكاية ضده، وحين الاستماع إليها جاءت على تهديده بأنه سيقتلها ذبحا كما ذبح زهرة. لم تكن المرأة تعرف من تكون زهرة التي قد يكون ذبحها. لعله لم يضع في حساباته أن زلة لسان واحدة ستجعله يسقط في قبضة العدالة. وكذلك استدعي إلى مركز الشرطة. كان يظن أنه لن يواجه سوى بشكاية زوجته من الضرب المبرح الذي عرضها إليه، ولكنه فوجئ بسؤاله عن زهرة زوجة عبد الرحمن التي عثر عليها مذبوحة في فراش زوجها. حاول أن ينكر، ولكنه طوق بالأسئلة من كل جانب. اعترف بأنه يملك شقة في المعاريف يستقبل فيها زبائنه الوافدين من خارج الدار البيضاء.
طلب الباحثون زيارة الشقة. في جملة ما تم القيام به رفع عينات من البصمات من أماكن مختلفة منها، وكانت المفاجأة الكبرى أنهم اكتشفوا بصمة لزهرة القتيلة. لما سمع عبد الرحمن ذلك أيقن أن شقيقه كان صادقا لما أبلغه بشكه في خيانة زوجته. كانت تلك البصمة دليلا على صلة علال تاجر العقار بجريمة القتل البشعة التي تعود وقائعها إلى 4 أعوام خلت. وكان في ذلك كل ما يستوفي إثبات براءة عبد الرحمن. دمعت عيناه وهو يستمع إلى قصة الفرج الذي جاءه والذي كان ينتظره. جمع كتبه وأغراضه، ثم إنه كلم صاحبة البيت للمرة الأولى ليشكرها على حسن معاملتها له. تكفل إبراهيم بإبلاغها بقصة عبد الرحمن ذاك الذي كانوا ينادونه عبد الله ويحسبونه مجنونا أو مجذوبا. لما وصل إلى الدار البيضاء طلب من أخيه أن يمضي به إلى المقبرة لزيارة قبر والدتهما. ظن إبراهيم أنه يريد أيضا زيارة قبر زوجته، ولكنه لم يسأل عنه، هو ماض أليم يريد أن ينساه. في قرية الجماعة ظهر صبح اليوم التالي في المقهى الذي دأب على ارتياده. كانت عودته مفاجئة، جاء أصدقاؤه القدامى يهنئونه. افتقد آخرين، علم أن منهم من وافاه أجله. في 4 سنين حدثت أشياء كثيرة، أشدها ألما خيانة زوجته، وأحسنها أثرا في نفسه أن قاتل زهرة سقط في قبضة العدالة، وقد كاد أن يدفع هو مكانه ثمن جريمته.